وأجدد التحية معكم مرة أخرى معلق المباراة علي الشمري من ملعب عفك الأولمبي. ملعب عفك طبعا الملعب الكل يعلم من خلال هذا اللقاء وأيضا اللقاءات الماضية على هذا الملعب عندما تحضر الفرق وأيضا حضور الجماهير الكبيرة في المباريات كانت أمام الفرق البغدادية أو أمام فرق باقي المحافظات. القوة الجوية يدخل مباراة بفهد طالب وسيبستيان أحمد عبد الرضا سامح سعيد مصطفى محمد معن زاهر ميداني وساني أيضا الكرواتي ومصطفى حسين همام طارق صالح صدير وحمادي أحمد. تشكيلة المدرب السيد راض شنيش لهذا اللقاء. كل التوفيق لفريق الديوانية ولفريق القوة الجوية من خلال هذا اللقاء. ضربة ركنية الآن كرة إلى خارج أرضية الملعب. بداية اللقاء كنت أكيد راح تكون صعبة هنا البدلاء دكة البدلاء لفريق القوة الجوية بينما هنا محمد حاتم صاحب 6 أهداف هداف الفريق ولكن فريق الديوانية تحدث عن 3 إلى 4 مباريات لم يسجل وأيضا محمد حاتم ما سجل حضوره من خلال المباريات الأخيرة. كرة ملعوبة الآن عالية ترسل للأمام داخل منطقة الجزاء والضربة الرأسية ولكن فهد طالب أبعد الكرة إلى ركنية. ركنية الآن بداية اللقاء فريق القوة الجوية الفريق القادم من فوز على البحري بهدفين مقابل لا شيء بينما فريق الديوانية قادم من تعادل أمام الصناعات الكهربائية بدون أهداف. هنا جماهير القوة الجوية الحاضرة في ملعب عفك توازن الفريق مع الفريق أينما كان في بغداد في باقي المحافظات وبالتالي لدينا ضربة ركنية الآن تنفذ الكرة ولكن إبعاد بضربة رأسية إلى خارج أرضية الملعب ولدينا رمية تماس. تماس الآن مباريات خاضها فريق الديوانية كانت صعبة بكل تأكيد ولكن في بعض المباريات هو حقق نتائج مميزة. كرة ملعوبة الآن للفريق الأحمر فريق الديوانية المستضيف لغاية الآن هو مسيطر على المباراة لغاية الآن حضوره ممتاز. كرة عرضية عن طريق أمير حامد ولكن الكرة بعد ذلك تبعد أمامية للقوة الجوية. كرة ملعوبة زاهر طالت الكرة من أمامه خطيرة لا خطيرة حكم المباراة مهند قاسم أشار لاستمرارية اللعب من أمام محمد حاتم في اللقطة الماضية والكرة بعد ذلك وصلت لفهد طالب وصلت بعد ذلك ومن ثم الإبعاد يأتي الآن وهنالك ربما لا توجد صافرة ولا يوجد خطأ بقرار من حكم المباراة والكرة طالت من أمام الكل طالت من أمام الجميع في اللقطة الماضية وبعد ذلك عادت الآن لفريق الديوانية. كانت مطالبة بخطأ من قبل سامح على ما أعتقد سامح سعيد كان يطالب حكم المباراة بخطأ. هنا اللاعب مصطفى عباس بعد ذلك المحاولة الآن بجهة اليسار المحاولات مستمرة لفريق القوة الجوية في وسط الملعب الآن يتناقل الكرة وبعد ذلك التمرير الآن وصلت لي همام همام يحاول همام سدد وبعد ذلك وصلت لحارس المرمى وصلت لعلاء. محاولة لفريق القوة الجوية مثل هذه الكرات أتمنى نشاهد مثل هذه الكرات تسديدات من خارج منطقة الجزاء وبالتالي الكرة وصلت للحارس علاء رحيم هي الأكثر حضور على مستوى الكرات العرضية بينما هنا صباح عواد لأحمد وطان تمرير الآن كرة لمصلحة فريق الديوانية ولكنها مقطوعة عادت مرتدة الآن مرتدة وسريعة وبعد ذلك نقل الكرة للأمام خطيرة 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 تسديد الكرة ولكن حمادي سدد الكرة ولكن علاء رحيم عاد الآن ممكن الآن ممكن الآن ممكن لهمام همام وحارس المرمى همام في اللقطة الماضية الأولى كانت عن طريق حمادي والثانية من همام الأولى ما مرت
حارس المرمى تصدى، والثانية ما مرت حارس المرمى تصدى، وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه، يبقى الحال على ما هو عليه. برافو حارس المرمى، حلوة لعلاء، حلوة لعلاء رحيم، تصدى بأولى وتصدى بالثانية. والتسديد المباشر كان، ولكن حارس المرمى كانت لديه الأفضلية على مستوى الحضور، بينما الكرة ملعوبة الآن وعرضية خطيرة ولكنها وصلت لحارس المرمى. سيبستيان في اللقطة الماضية الكرواتي، والحالة طبعا كانت سليمة، ما كانت فيها راية. تحدث عن المركز 17 ولكنه يعني يريد التقدم وتقديم الأفضل. كل فريق اللي يمتلك مثل هكذا جماهير ويمتلك ملعب، وبالتالي أيضا لديه اللاعبين الأسماء الشباب، ممكن أن يقدم الكثير. ومن خلال هذه الكرة والتسديد، نقلات كانت ممتازة، ممتازة كانت النقلات في اللقطة الأخيرة، ولكنها كانت تحتاج للمسة أخيرة، كانت تحتاج للمسة أخيرة. وبالتالي هذه الكرة الأخيرة اللي كانت عن طريق اللاعب أحمد عدنان، كرة ملعوبة للأمام ولكنها تبعد، ووصلت الآن لفريق الديوانية عن طريق حسين، حسين محسن، إرسال الكرة خاطئ، وكرة عرضية الآن لفريقه قوة جوية، ولكن الأمام ما اكتملت اللقطة، وبالتالي يعني هدف بمثل هكذا طريقة. الله، عندما تحضر الأهداف بمثل هكذا طريقة، بطريقة تمام، كرة كانت على الطائر وكرة مقصية ولكنها ما اكتملت اللقطة، وبالتالي لدينا خطأ الآن لأحمد عدنان. هنا الإعادة لكرة همام والارتقاء، وبالتالي مرت الكرة أيضا، يعني سقوط همام جميلة نوعا ما. وننتظر المزيد من لاعبي الفريقين، بينما الكرة لحماد الآن، حماد يحاول إرسال كرة، وبعد ذلك الكرة بهذه الطريقة من قبل صالح سدير مرت إلى خارج أرضية الملعب. صالح سدير بهذه الطريقة، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. على هذا الأساس راح تشاهد مباراة جميلة. كرة ملعوبة الآن لمصلحة فريق القوة الجوية سانين، ولكن حارس المرمى سانين ماموفيتش كان ممكن أن يسجل أول أهداف المباراة سانين، ولكن برافو مرور، وبعد ذلك تسديد الكرة ولكنها وصلت لحارس المرمى علاء رحيم. جماهير بهذه الصورة الممتازة يطمح للنقاط الثلاث، بالمقابل فريق القوة الجوية باللاعبين المحترفين بالأسماء المتواجدة أيضا، جماهير الحاضرة إلى ملعب المباراة أيضا يطمح للنقاط الثلاث. سامح الآن بنقل الكرة عالية وضربة رأسية، جول، جول لحمادي، حمادي أحمد يظهر الآن، يظهر الآن والقمصان الزرقاء، وحمادي بضربة رأسية جميلة يسجل من خلالها بالدقيقة 39 سادس أهدافه في الدوري. حمادي يظهر الآن، يظهر ويسجل هدف من الأهداف الجميلة، هدف من الأهداف الرائعة، وبالتالي جماهير القوة الجوية تفرح الآن. وذكرت من حضور هذه الجماهير إلى ملعب المباراة، تؤازر الفريق وتنتظر من الفريق النقاط الثلاث. هكذا الكرة كانت عن طريق سامح والرأسية، الله 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 الله، اصطدت في القائم الأيمن، وبالتالي حارس المرمى حاول مع الكرة ولكنها كانت بعيدة. اي والله بعيدة هذه الكرة على الحارس علاء رحيم، وصعبة على علاء رحيم، وبالتالي اصطدت في القائم الأيمن عن طريق اللاعب صباح عواد. سعيد محسن، حسين محسن الآن عادت الكرة لفارس،
فارس حسن لصباح. الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وفريق القوة الجوية يتقدم بهدف مقابل لا شيء، بينما لان الديوانية يحاول ودائما عن طريق جهة اليسار وعن طريق اللاعب أمير حامد يحاول إرسال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكنها مرت وأبعدت. حمادي الآن طبعا بثالث الترتيب على مستوى الهدافين مع محمد حاتم، بينما الكرة العرضية خطيرة أمام حمادي، ولكن الكرة بعد ذلك تبعد. لا زالت الخطورة، مصطفى حسين يحاول الآن، مصطفى كرة عرضية ولكنها وصلت لعلاء رحيم، على اعتبار أنه هداف الدوري طبعا أبو كوني بتسعة أهداف، والثاني وسام سعدون بسبعة أهداف، الآن ثالث الترتيب. رأسية حمادي طبعا أيضا اصطدت باللاعب المدافع كرار نور، وبعد ذلك إلى القائم الأيمن ومن ثم إلى داخل الشباك. دقيقة واحدة الوقت المحتسب بدل الضائع، هذا ما تتمناه جماهير الديوانية، ولكن بالمقابل جماهير القوة الجوية تتمنى العودة إلى بغداد بالنقاط الثلاث. كرة ملعوبة الآن عن طريق فهد طالب حارس المرمى، إرسال الكرة الآن، كرة في الوسط، بعد ذلك التمرير. فريق الديوانية يحاول الآن مرور ممتاز وتمرير الكرة بعد ذلك، ربما تكون الأخيرة من خلال هذا الشوط. الشوط الأول كرة عن طريق مصطفى عباس، مقطوع الكرة. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي الصافرة حكم المباراة الدولية مهند قاسم، تعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق القوة الجوية بهدف عن طريق هذا اللاعب قائد فريق القوة الجوية حمادي أحمد في الدقيقة 39 مقابل لا شيء لفريق الديوانية. مهند قاسم حكم المباراة يطلق الصافرة، وبداية الشوط الثاني اللي نتمناه أن يكون أفضل من الشوط الأول. طبعا الشوط الأول شاهدنا فيه هدف، وشاهدنا أداء جيد كان للفريقين، بداية كانت لفريق الديوانية وبعد ذلك السيطرة كانت لفريق القوة الجوية، استطاع التسجيل حمادي أحمد واحد من الأهداف الجميلة، وصل للهدف رقم 6 من خلال هدافي الدوري، يتحدث عن ثالث الترتيب الآن حمادي مع اللاعب محمد حاتم لاعب فريق الديوانية، ولكن محمد حاتم أتحدث عن هذا اللاعب، وطبعا هو اللاعب ما سجل من 4 جولات الماضية، ولكن حمادي اللي سجل حضوره في المباراة الماضية أمام البحري وسجل حضوره اليوم، وبالتالي مباراة تتمناها تكون في الشوط الثاني أداء أفضل لكلا الفريقين. هنا زاهر ميداني واحد من اللاعبين المحترفين، واحد من الأسماء التي سجلت حضور ممتاز من خلال مباريات دورينا. كرة إلى خارج أرضية الملعب، لدينا ركلة مرمى الآن لمصلحة فريق القوة الجوية، يبدو لي لا تغييرات على مستوى الفريقين ما بين الشوطين، بينما حيدر محسن يحاول التقدم والمرور بكرة ملعوبة الآن، كرة على الطرف الأيمن عرضية داخل منطقة الجزاء ولكنها تبعد إلى خارج أرضية الملعب. سيبستيان هو من أبعد الكرة الماضية، هنا حسين محسن دافع الفريق بجهة اليمين، دائما ما تشاهد يتقدم كظهير أيمن، وبعد ذلك الكرة الآن تبعد إلى ركنية أخرى ربما. مؤيد محمد علي حكم المساعد الدولي يشير لوجود ضربة ركنية، سعيد محسن الآن على التنفيذ، تنفذ الكرة عالية والضربة الرأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب من قبل اللاعب أمير حامد بضربة رأسية إلى ركلة مرمى. كرة إلى ركلة مرمى، هنا لإعادة للرأسية الماضية، كانت صعبة كرة حمادي وكانت باتجاه القائم الأيمن البعيد،
وبالتالي صعبة جدا كانت. بينما الديوان إيران لو مر خطير، محمد حاتم لو مر خطير في اللقطة الماضية، ولكن الكرة مقطوعة وتبقى عالية وخطيرة الآن لوطان. وطان الآن أحمد وطان، ولكن كرة مقطوعة، مرتدة الآن لفريق القوة الجوية. حمادي، تمرير لمصطفى لحمادي الآن، كرة عرضية ولكنها اصطدت ووصلت لعلاء رحيم. آخر لقاء جمع الفريقين، وفي يومها طبعا سجل للقوة الجوية علي عبد الجبار وهيثم كاظم وأحمد خضير باجر، وسجل للديوانية حسنين خضير. مباراة طبعا كانت في الديوانية، أتحدث عن آخر لقاء في مباراة 3-1. هنا همام طارق، ولدينا خطأ في مكان خطير الآن لفريق القوة الجوية اللي لازال متقدم. ويا من تتابع وتشاهد عبر قناة الرياضية العراقية في كل مكان، الجولة 14 من دورينا الممتاز لكرة القدم لموسم 2017-2018. بافتتاح هذه الجولة قوة جوية هدف الديوانية لا شيء، ومنذ الدقيقة 39. بينما الثاني قوية كانت من همام، قوية كانت من همام، وكان ممكن ثاني للقوة الجوية. هذه الكرة والإعادة لكرة همام اللي مرت وكانت قوية جدا. القوة الجوية تنفذ الكرة، وصلت لحمادي. تغيير تجاه اللعب الآن، محاولة طالت من أمام همام، تبعد الكرة للأمام الآن، خاطئة إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا رمية تماس. تماس الآن تماس لمصلحة القوة الجوية، كرة ملعوبة الآن تنفذ، وبعد ذلك المحاولة الآن إلى جهة اليسار لمصطفى محمد، يحاول من خلال هذه الكرة بحث عن زميل، تمرير الكرة والهجوم الآن لمصطفى حسين لمصطفى محمد، ولكنها وصلت لحارس المرمى علاء رحيم. 75 دقيقة وملعب المباراة اللي من خلال مباراة اليوم مدرجاته ممتلئة طبيعة الحال جماهير الديوانية، وأيضا لدينا جماهير قوة جوية حاضرة ساند الفريق. هنا جماهير القوة الجوية بهذه الصورة واضحة، ولدينا الآن تغيير، خروج للاعب أمير حامد، خروج لأمير ومصطفى. أنا ما أعتقد شارك مصطفى مؤيد، نعم مصطفى مؤيد هو من شارك الآن. كرة لخارج أرضية الملعب، أحمد وطان برمية تماس، تنفذ الكرة وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة ركنية الآن، ركنية الآن. هنا جماهير الديوانية، والضربة الركنية الآن تنفذ، عالية الكرة والضربة الرأسية خطيرة الآن، وحارس المرمى، حارس المرمى على دفعتين، الحارس فهد طالب، ومن أمام محمد حاتم في هذه الكرة والرأسية، وبعد ذلك عادت لكرار نور
وكرار نور من أمام حارس المرمى فهد طالب. كرة في الوسط الآن، تمرير الآن، سريع الكرة ولكنها مرت إلى رمي التماس. رمي التماس، حسين محسن الآن، علي الكرة مرت ووصلت، جول. فرصة خطيرة كانت للديوانية، وكان ممكن أن يتعادل ووضع الكرة. الله 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 على طريقة لعب الكرة، أنور مهدي يرسل الكرة بهذه الطريقة الممتازة ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج أرضية الملعب. عاد فكرة التنفيذ جيدة. كرة ملعوبة الآن، كرة سريعة بجهة اليمين ومرور ممتاز عن طريق همام، وكرة عرضية ولكن حارس المرمى أبعد الكرة. حلوة لهمام، مرور أكثر من رائع وانطلاقة سريعة، وبعد ذلك الكرة العرضية ولكن حارس المرمى كان في المكان السليم. أحمد إياد، نقل الكرة لحمادي وخروج لحارس المرمى، وبعد ذلك الكرة إلى ركنية. والكرة للأمام عالية وضربة رأسية وكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى على دفعتين الحارس فهد. الإعادة لكرة أنور مهدي، تمركز ممتاز للحارس في اللقطة الماضية. فهد طالب، فهد كرة من عبلاء، حكم المساعد لؤي يوسف، وهنا فارس. هنا الإعادة الآن اللي كانت الكرة ما بين حمادي ورمي التماس. كرة ملعوبة الآن لمصلحة فريق الديوانية ولكنها مقطوعة، عادت مرة أخرى. الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ولدينا خطأ الآن، ضربة حرة مباشرة لفريق الديوانية. كرار نور، كرار، كرة أمامية، ترسل الكرة للأمام وبعد ذلك تسديد الكرة. حكم المباراة مهند ومطالبة بركلة جزاء، مطالبة بلبسة يد باللقطة الماضية. قرار حكم المباراة الآن بطاقة صفراء للاعب فريق الديوانية. ولدينا بطاقة صفراء، حكم المباراة ما أشار لوجود ركلة جزاء في النقطة الماضية، وبالتالي يبقى التقدير لحكم المباراة كان قريب، وبالتالي ويبقى القرار لحكم المباراة. ولدينا برنامج مختص بالحالات التحكيمية. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية، أينما كنت تأتي صافرة حكم المباراة بفوز فريق القوة الجوية بهدف عن طريق اللاعب حمادي أحمد في